السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زملاء وزميلات الكرام، سعدني أكون معكم مجددا في جزء جديد ضمن سلسلة All About Complete Dentures. نحكي إن شاء الله عن موضوع مهم. قبل أن نتابع في الإجراءات السريرية لعمل جهاز كامل، نحكي عن أساس نظري مهم جدا لل Taking an Impression في العيادة. الأساس النظري من خلاله ممكن نفهم متطلبات الأساسية المطلوبة ميكانيكيا لتحقيق النجاح في عملنا من خلال صناعة الجهاز الكامل، وأيضا نتابع بهذا الأساس النظري لنفهم أيضا أهم الملامح التشريحية في الفك العلوي والسفلي، لأنه بطبيعة الحال صناعة الجهاز الكامل ليس فقط تعتمد على دقة الطبعة وفهمنا لمواد الطبع مثل ما بنعمل مع الفيكست بروستوتيكس. لا، في الكمبليت دينشرز نحن بحاجة لنفهم تشريح المنطقة المحيطة بالريج ومعرفة الارتباطات العضلية وتأثيراتها على الجهاز الكامل، لحتى نكون نحن ناجحين في عمل جهاز كامل يستطيع تحقيق المتطلبات الوظيفية والجمالية اللي بيحتاجها المريض. فإذا خلونا نبدأ. بداية بدي أذكر بوسائل التواصل الاجتماعي، سواء من خلال الباركود أو من خلال الروابط ممكن التواصل معي لأي استفسار. ممكن أيضا ترك تعليق في تعليقات الفيديو أو في اليوتيوب. بدي أكد مجددا على الحاجة إلى دعمكم من خلال اللايك، من خلال الاشتراك والمشاركة. الخطوة الأولى في عملنا، في خطواتنا السريرية المباشرة لعمل جهاز كامل، هو أنه نحن نأخذ الإمبريشن. هناك مبادئ يجب دائما أنه تكون في أذهاننا لأخذ طبعة دقيقة مناسبة. في بداية الأمر لازم تكون النسج بصحة جيدة، وهذا أمر تكلمت عنه وحكينا عنه من خلال الماوث بريبريشن، اللي هي الغاية منها أنه نحن نوصل للهيلثي تيشيز اللي نحن نقدر نصنع الجهاز الكامل عليها. أيضا يجب أنه الإمبريشن تشمل كافة النسج الحاملة للجهاز، ومع حدودها التشريحية وحدود الوظيفية اللي بتكفل صحة هاي النسج، وأيضا بتكفل لدعم الأجهزة الكاملة وتثبيتها. أيضا حواف الطبعة يجب أن تكون متناسقة متناغمة مع الحدود التشريحية والفيزيولوجية الفموية. ينبغي أيضا أنه نحن نقوم بطبعة تتناسب مع طبيعة النسج اللي تحتها، ومن هون مبدأ Selective Pressure لازم يكون حاضر بذهننا حسب البيرينج إيرياز اللي نحن الدينشرز راح يكون ياخذ السبورت والريتينشن والستابيليتي منها. ايضا يجب ان يكون هناك فراغ كافي ملائم في الطوابع اللي بناخذ من خلالها الامبريشن لحتى يحقق لي تسجيل المناطق اللي راح يشملها الجهاز. وبدنا ايضا نكون حريصين ان اثناء نزع الامبريشن من الفم ما يحصل اي تاذي للنسج ولا الاغشيه المخاطيه ولا الميوكوس ميمبرانز لا الريزيدوال ريج. لازم يكون في عندنا جايدنج ميكانيزم تحدد لي طريقة إدخال التري وإخراجها، بالتالي من دون أنه يحصل سواء ديستورشن للإمبريشن أو تأثير للنسج. أيضا أنه المواد الطابع أو التري ومواد الطبعة الإمبريشن لازم تكون مصنوعة من مواد مستقرة الأبعاد طبيعة الحال. النقطة المهمة يعني تكون متعلقة بشكل خاص مع الأجهزة الكاملة هي أنه المادة الطابعة الشكل الخارجي للميتيريال أوف إمبريشن يعطيني similar details للcomplete dentures اللي راح نصنعه. قبل ما نروح على إجراءات السريرية لأخذ الطبعة، مثل ما قلت راح نحكي عن مقدمة نظرية. أساس نظري مهم جدا impression making بشكل عام. هناك بعض المتطلبات الأساسية مع الأجهزة الكاملة اللي نحن في أذهاننا قبل وأثناء أخذ الطبعة لحتى نحقق النجاح. الobjectives هي المتطلبات لأخذ الطبعة تشمل 5 عناصر بالنسبة للأجهزة الكاملة. رقم 1 السبورت أو الدعم، رقم 2 ريتينشن أو التثبيت، 3 الاستابيليتي أو استقرار الأجهزة، 4 النواحي الجمالية، و5 المحافظة على الألفيولار ريدج. فيما يخص السبورت أو الدعم، الدعم أو السبورت نعني فيه مقاومة القوى الإطباقية أو الأوكلوجال فورسز يلي عم تطبق باتجاه النسج بحيث تمنع انزياح أو انغراض الدينشر باتجاه النسج. الدينتال سبورت إذن هو resistant to vertical forces of mastication and to occlusal or other forces in direction towards the basal seat. وبالتالي لحتى نحقق هذا المبدأ المهم جدا لازم نتعرف على المناطق اللي بتقدم لي السبورت في الفك العلوي وفي الفك السفلي. بشكل عام لازم نحن نكون عارفين أنه to enhance the support of the dentures بشكل عام مبدأ
مهم لتحقيق ذلك هو انه نحن نعمل ماكسيمم كفرج لكل الريج اللي راح تكون بيرينج ارياز اللي راح يرتكز عليها الدينشر. بشكل عام الارياز اوف سبورت ممكن تقسيمها الى ثلاث اقسام، اما انها تكون برايمري مناطق دعم اولي او برايمري سبورت، او انها تكون سكندري مناطق دعم ثانوي، او سلايت مناطق دعم طفيف. بالنسبة للبرايمري مناطق الدعم الأساسية أو البرايمري هي عبارة عن المناطق الدرد يلي بتكون عادة القوى الإطباقية متعامدة معها at right angles to occlusal forces، وعادة أيضا شرط ثاني فيها أنه هي لا تتعرض للامتصاص إلا بشكل طفيف، يعني don't resorb easily. أما مناطق الدعم الثانوية فهي مناطق الإدينشال سريج يلي عادة بتكون الفورسز greater than right angles to occlusal forces أو بتكون parallel to them. أيضا هي بتكون عادة الأرياز اللي بتتعرض لقوى بالاتجاه العمودي بشكل باتجاه عمودي مع الريج، لكن تتعرض للامتصاص تحت اللود المطبق. أما السلايد support areas فهي الأرياز اللي بتكون فيها tissues very displaceable، عادة بتكون الفيستيبولار ارياز يلي هي ما بتقدم لي سبورت لكن بتعمل لي السيلينج اللي هي بوردرز اوف ذا امبريشن. طيب خلونا نستعرض هاي المناطق السبورت في الفك العلوي في الفك السفلي لانه التعرف عليها بخلينا نعرف بالضبط كيفية تعزيز هذا المبدا من خلال صناعتنا للجهاز الكامل. نحن على مستوى الفك العلوي عندنا البوستيريور ريدج ومنطقة البالات الخلفي posterior palate، فبنعتبر انه هدول المنطقتين هما منطقتين دعم اساسي او primary support. بالنسبة للمانديبولر فنحن عندنا الباكال شيف اريا او الرف الخدي هي المنطقة اللي تعتبر منطقة الدعم الاساسي primary support في المانديبل. فاذا posterior ridge والflat areas of the palate، اي flat areas لانه تكون occlusal forces مثل ما قلنا at right angle. بالنسبة للمانديبولر أيضا عندنا البوستيريور ريدج مثل ما حكينا مع بدرجة أقل من الباكال شيلف، وأيضا عندي البير شيبت إيريا اللي هي أو البير شيبت باد أو الوسادة الرحوية. وهون أنا بدي أحكي بالنسبة للباكال شيلف، هو صح أنه مع البوستيريور ريدج بيقدم متقدم أساسي، بس الحقيقة الباكال شيلف بيقدم لي الحقيقة خصوصية في موضوع الدعم اللي بيقدمه الفك السفلي. من هون أهمية أنه نحن نعمل extension عليه ونعمل close adaptation بحيث نحن نحقق دعم من خلاله. هو طبعا الباكال شيلف هو الاريا between الريج أو الاكستراكشن sites of the molars والاكسترنال oblique ridge أو الخط المنحرف الظاهر. هاي المنطقة هي الباكال شيلف اريا. المنطقة هاي بتشكل مرتكز للعضلة المبوقة أو البوكسينيتر muscle، لكن لازم نعرف انه الارتكاز الالياف الفايبرز اوف ذا بوكسينيتور بهالمنطقه هو هوريزونتال، يعني بيكون ارتكازها بهوريزونتال دايركشن، وبالتالي نحن بنقدر نعتبر انه الفايبرز بهذا الاتجاه هو ان اكتيف، تاثيره ضعيف، وبالتالي ممكن نحن مد المنطقه هون واستفاد منها في السبورت. وبالنسبه للبلات مثل ما قلنا نحن لازم نستفيد منه بالماكسيمم كفرج الا في حال لو احنا عندنا توروس اللي ممكن وقتها نحن نضطر انه نعمل ريليف، او لو كان عندي مثلا منطقه السوتشر ايضا الميد بلاتين راف از فيري ثين. فمثل ما احنا شايفين مناطق الدعم الاوليه هي الفلات بالات في الفك العلوي والبوستيريور ريدج. مناطق الدعم الثانويه في الماكزيلا منطقه الروجي او الروجي اريا التجاعيدات الحنكيه الصلبه، وايضا منطقه الحدبات الفكيه. هاي المنطقتين هما يعتبروا مناطق دعم ثانويه، هي هون مناطق ما بتتعرض للامتصاص بشكل كبير، اتجاه القوى فيها مو قائم بشكل كامل، وايضا هي لا يعني تتعرض للامتصاص اكثر من النسج اللي حكينا عنها بمناطق الدعم الاولي. فهي مناطق لازم نمد إلها الجهاز ونستفيد منها بتحقيق السبورت. أيضا منطقة الانتيريور الفيلر ريج، هاي المنطقة تعتبر سيكندري سبورت إيريا على عكس البوستيريور مثل ما قلنا هي برايمري سبورت إيريا. بالنسبة للفك السفلي نحن نعتبر أنه منطقة مثل ما قلنا باكال شيلف إيريا هي السبورت البرايمري سبورت إيريا، والبير شيبت إيريا أيضا برايمري سبورت. المنطقة هون بتبقى very firm فبتعمل لي ايضا support كويس، لكن الانتيريور والبوستيريور ريدج تعتبر مناطق دعم ثانوي secondary support areas.
بيبقى عندي بالنسبه للسلايد سبورت ارياز، هي المناطق اللي مثل ما قلت ديسبلسبل تيشز، تعتبر تقريبا كل المناطق اللي فيستيبولر اللي هي مناطق حدود الجهاز اللي هي ضروريه لنعمل السيلينج. على مستوى الدعم نقول انه هي بتقدم فيري سلايد سبورت. طيب شو الطرق ايضا لتعزيز السبورت في شغلنا او في صناعه الاجهزه الكامله؟ نحن ممكن نعزز السبورت من خلال ازاله الجراحيه لاي بيندرس تيشز، لاي فلوبي تيشز، ايضا استخدام الكونديشنينج تيشي كونديشنينج ماتيريالز لانه بيعمل كلوس ادابتيشن وبيخلي يعني بخلينا نستفيد من السبورت اللي بتقدمه مع التيشز. ايضا الازاله الجراحيه لاي شارب او سبايني مانديبولار ريدج لانه بنقدر نحن نقدر نعمل انطباق على المناطق ونوجه القوى بالشكل العمودي. ايضا السيرجيكال انلارجمنت اوف ريدج عن طريق الجرافتنج لانه بنزود مساحه السطح او من خلال الامبلانت. ومن هون نحن دائما بالنسبه للامبلانت الغرض الاساسي من الامبلانت هو تحقيق السبورت مش بس الريتينشن مثل ما بيظن البعض، ولذلك هي اسمها امبلانت سبورتنج دينجرز، يعني أجهزة مدعومة بالزراعات وليس مثبتة بالزراعات. بالنسبة للريتينشن أو التثبيت، ونعني بها مقاومة القوى التي تؤدي إلى إزالة الجهاز أو نزعه بشكل معاكس لخط إدخاله. والحقيقة هناك مجموعة من العوامل اللي بتلعب دور بالتثبيت. أنا حاولت في الأساس النظري اللي عم نذكره أنه ألخص الأمور، وإلا هو موضوع الحقيقة يحتاج للكثير من المحاضرات للشرح. العوامل المعنية بالتثبيت الأجهزة الكاملة هي الادهيجن والكوهيجن، حنشوف هلا الفرق بينهم. ايضا التوتر السطح اللي عم يكون الانترفيشال سيرفيس بتوين دينشر اند تيشز، ايضا ظاهره الشعريه او الكابيلاريتي، الميكانيكال لوكينج انتو ذا اندر كاتس، الميكانيكال ريتينشن، والبيرفيرال سيل طبيعه الحال الختم الحفافي، والضغط الجوي او الاتموسفيريك بريشر، واخيرا العضلات نفسها الوجهيه والفمويه اللي بتساهم ايضا بتساعد في عمليه التثبيت. فبنقدر نقول نحن كعوامل فيزيائيه الكوهيجن والاديجن، الالتصاق او الاديجن بيعتمد على الانطباق الصميمي للجهاز على حجم الجهاز ونوع اللعاب. عم نحكي هون عن التصاق بين جسمين مختلفين. اما الكوهيجن فهو التصاق جسمين متشابهين بيحسن اللعاب الكثيف، لكن بشكل عام بيضل غير مرغوب اللعاب الكثيف بالرغم من تحسين الكوهيجن، لا تاثيره السلبي الاكبر على عدم ثبات الاجهزه. توتر السطح الداخلي بيعتمد على قابلية السائل للترطيب واللي هو هون السلايفا أو اللعاب. عموما الإكريل الحار الهات أكريل هو بيكون توتر السطحي أكبر من البارد، والتوتر السطحي أيضا للتيشز هو أكبر من التوتر السطحي للجهاز. هذا مهم نحن نعرفه. فكل ما كبرت المساحة بيقل توتر السطح وبيزيد الانطباق وبيتحسن الثبات. بالنسبة للكابيلارتي بيحسنها كتير وجود طبقة رقيقة من اللعاب، انه يكون عندي اكبر سطح من الانطباق، وانه الانطباق هذا يكون صميمي. بشكل عام هي بتعبر عن حالة من التوتر السطحي اللي بيسبب اما تزايد او تناقص في سطح يلي من خلاله الليكويد اللي هو السلايفا بيكون بتماس مع سواء التيشوز او الدينشر. الحقيقة انه ظاهرة الكابيلاريتي لاستغلالها يجب تنضيد الأسنان في النيوترال زون، وهذا أمر رح نحكي عنه فيما بعد. النيوترال زون بين الخد واللسان، وأيضا مستغلالة لحد أقصى يجب مد الجهاز إلى أقصى ما يمكن، وأيضا تلميع الأجهزة لأنه هذا بيعطيني الكلوز أدابتيشن اللي بيعزز من قدرة هاي الظاهرة على تعزيز ثبات الأجهزة. عملية البيريفيرال سيل أو الختم الحفافي مهمة جدا لأنه بتعمل لي نوع من الإغلاق لهي الحواف، بالتالي منع دخول الهواء، بالتالي تعزيز ظاهرة الأتموسفير بريجر اللي بتعزز الثبات. ويعزز ذلك أيضا ظاهرة الجاذبية اللي بنشوفها أكثر مع اللور دينشر وبتؤدي لزيادة في الثبات. ممكن أيضا يكون عندي بعض العوامل التشريحية لزيادة الثبات. في بعض الأحيان الأندر كات في حال كان يونيليترال أو أحد الجانب يساعدني في التثبيت، وأيضا التنضيد في منطقة النيوترال زون لحتى نحن نتجنب القوى اللي مطبقة من اللسان ومن العضلات الوجهية. حنحكي عن هذا الأمر بالتفصيل أكثر لما نحكي عن استقرار الأجهزة أو stability of the dentures. ممكن أيضا تعزيز الثبات من خلال اللواصق المعروفة. فهي تقريبا هي أهم العوامل اللي بتزود لي من ثبات الأجهزة. رح أكتفي بهذا القدر في محاضرة اليوم. نحكي المحاضرة القادمة إن شاء الله عن العوامل الأخرى سواء الستابيليتي بشكل أساسي،
نتعمق فيه لضرورته ونحكي أيضا نعرج على المبادئ الأخرى في أخذ الطبع. بتمنى محاضرة اليوم كانت مفيدة، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.